بعد سنتين من اتخاذ المغرب لقرار إعادة علاقات دبلوماسية مع كوبا، ينهي قطيعة دامت 37 سنة بسبب دعم هذه الأخيرة لجبهة البوليساريو الانفصالية. اقترحت كوبا على المغرب خلال الأسبوع الجاري اسما دبلوماسيا لتعيين أول سفير مقيم لها في العاصمة الرباط. ونقلت وكالة إيفي الإسبانية عن مصادر دبلوماسية أن كوبا اقترحت خافيير دوموكوسريز ليكون سفيرها الجديد المقيم في المغرب، تفعيلا لبلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وقع قبل سنتين، يهم على الخصوص إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء. دوموكوس الذي بدأ إجراءات اعتماده سفيرا لكوبا لدى السلطات المغربية ينتظر أن يحل في المغرب في الأيام القليلة المقبلة بحثا عن مقرين، واحد مخصص لإقامة سفارة كوبا في الرباط والثاني للإقامة الشخصية للسفير. ومنذ اتخاذ كل من كوبا والمغرب لقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، شغل منصب التمثيل الدبلوماسي لكوبا سفيرها في باريس إليو إدواردو بيردومو، ولكن بصفته سفيرا غير مقيم. يذكر أنه في شهر أبريل من سنة 2017 قرر المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية مع كوبا بعد قطيعة دامت 37 سنة بسبب دعم هذه الجمهورية لجبهة البوليساريو الانفصالية، حيث صدر بلاغ عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية نص على أن الملك محمد السادس أمر بعودة العلاقات، وأشارت الخارجية إلى توقيع بلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك يهم على الخصوص إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء. وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع كوبا عام 1980 إبان فترة حكم الراحلين الملك الحسن الثاني والرئيس الكوبي فيديل كاسترو بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه كوبا لجبهة البوليساريو الانفصالية. فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية مجددا في عرقلة شحنة الفوسفات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والمتجهة إلى موانئ نيوزيلندا. ونقلت مصادر نيوزيلندية تفاصيل مثيرة عن تعقب جبهة البوليساريو لمسار السفينة المحملة بالفوسفات المغربية منذ إبحارها انطلاقا من ميناء مدينة العيون المغربية بداية شهر يونيو الماضي، في خطوة كانت تهدف إلى عرقلة وصولها أو إقناع السلطات المحلية بمنعها من الدخول إلى الموانئ النيوزيلندية. ورثت الباخرة المحملة ب 55 ألف طن من الفوسفات المغربية في ميناء تورانغا بنيوزيلندا يوم الأربعاء وفقا لما ذكره موقع ستافا نيوزيلندية. وأشار المصدر ذاته إلى أن السفن التي تسافر إلى نيوزيلندا وعلى متنها الفوسفات تسلك طريقا مغايرا، حيث تتجنب بعض البلدان الإفريقية وقناة بنما، وهي المنطقة التي احتجزت في 2017 شحنة مغربية قبل أن تفرج عنها. وأعلنت جبهة البوليساريو عبر ممثلها لدى أستراليا ونيوزيلندا أنها سترفع دعوى قضائية في نيوزيلندا ضد شركتي بالانس ورافينزداون النيوزيلنديتين من بين الشركات النيوزيلندية التي تشتري الفوسفات المغربية. وأقرت البوليساريو في تصريح نقله المصدر النيوزيلندي بفشلها في إقناع الشركات العالمية بوقف شراء الفوسفات المغربية. وقال ممثل الجبهة الانفصالية: لم يتبقى لدينا المزيد من الخيارات سوى اتباع الطرق القانونية، لقد فشلت كل مبادراتنا الأخرى. من جهته نفى المتحدث باسم شركة بالانس مجموعة من الشائعات التي روجتها الجبهة بخصوص شحنة الفوسفات القادمة من ميناء العيون، وقال المسؤول ذاته إن السفينة لم تعمد إلى إخفاء مسار الرحلة، مؤكدا أن إعلان الرحلة كان شرطا أساسيا لتسليم الشحنة في نيوزيلندا. وشدد المصدر النيوزيلندي في تصريح لموقع ستاف على أن استخراج الفوسفات من الصحراء من قبل شركة فوسبوكراع يتوافق تماما مع القوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة للتجارة مع الأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأبرز مسؤول الشركة أن التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي حول التجارة بالأقاليم الصحراوية أكد بشكل واضح استفادة سكان المنطقة من عائدات الفوسفات المغربية، وشدد على أحقية في التنمية الاقتصادية بينما تستمر العملية السياسية لحل النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة. وأضاف المتحدث في تصريحه أن أكثر من 75% من موظفي شركة فوسبوكرا من أبناء منطقة الصحراء، بمن في ذلك مدير عمليات الألغام رئيس مؤسسة فوسبوكرا. كما أوضح المصدر ذاتي أن رئيس الشركة النيوزيلندية سبق أن وقف على الاستثمارات في مختلف المجالات بالصحراء. على عكس سابقي، لم يزر الرئيس التونسي الراحل الباجي قيد سبسي المغرب طيلة فترة حكمه للبلاد، فيما تميز عهده بالمقابل بالتقارب مع نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. أعلنت الرئاسة التونسية صباح أمس الخميس وفاة الرئيس الباجي قيد سبسي عن عمر ناهز 92 سنة بعد ساعات على إدخاله إلى وحدة العناية الفائقة في المستشفى. وقالت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك: وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 جويلية 2019 على الساعة 10:25 المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قيد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس. وتسلم السبسي رئاسة الجمهورية التونسية في 31 دجنبر من سنة 2014 بعد انتخابه بالاقتراع العام المباشر خلفا للمنصف المرزوقي الذي انتخب من قبل الجمعية التأسيسية بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، ليكون بذلك أول رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب. وتميزت فترة رئاستي للبلاد بالاقتراب من الجزائر والابتعاد بالمقابل عن المغرب، فرغم تلقيه العديد من الدعوات من أجل زيارة المملكة لم يقم بأي زيارة طيلة فترة حكمه إلى الرباط. ففي 21 مارس من سنة 2015، أي بعد مرور 3 أيام فقط على الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في العاصمة تونس، أرسل الملك محمد الثالث آنذاك وزير الشؤون الخارجية صلاح الدين مزوارة من أجل تقديم التعازي للرئيس التونسي الراحل ودعوته للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب. واجتمع مزوار مرة أخرى بالسبسي في 12 يوليوز من سنة 2016 في قصر قرطاج، وذلك بعد أيام من تعرض البلاد لهجوم إرهابي آخر استهدف عدد من السياح على شاطئ سوسة. وأثر تجاهل الرئيس التونسي الراحل على العلاقات بين البلدين، وهو ما بدا جليا من خلال الاستقبال البارد من قبل المسؤولين المغاربة لرئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد الذي زار المملكة خلال شهر نوفمبر من سنة 2016، حتى إن وزراء الخارجية والداخلية الذين رافقوه لم يتمكنوا من مقابلة نظرائهم المغاربة من أجل مناقشة موضوعات تتعلق بالأمن ومكافحة الجماعات الإرهابية. وتكرر نفس الأمر مع رئيس الحكومة التونسية الحالية يوسف الشاهد الذي لم يلتقي الملك محمد الثالث خلال زيارته للمملكة في شهر يونيو من سنة 2017، وهو ما أرادت من خلاله الرباط بعث رسالة واضحة إلى صناع القرار في قصر قرطاج مفادها عدم الرضا عن السياسة الخارجية التي يتبعها السبسي. وقبل تولي السبسي مقاليد الحكم في تونس كانت العلاقات بين البلدين تتميز بالتقارب في وجهات النظر. ففي 13 فبراير من سنة 2014 استقبل الملك محمد الثالث رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة، وبعد 5 أشهر فقط التقاه مرة أخرى لكن هذه المرة في العاصمة تونس على هامش الزيارة الطويلة التي قام بها الملك محمد الثالث إلى هذا البلد المغاربي. وسبق للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن أشار إلى التقارب بين نظام باجي قيد السبسي والنظام الجزائري، وقال قلة من التونسيون كم ساهم النظام الجزائري المنهار في انتصارها، ويقصد بذلك الثورة المضادة سنة 2014.
وكانت العديد من التقارير الإعلامية قد تحدثت عن دعم بوتفليقة قبل 5 سنوات للباجي قيد السبسي في سباقه للوصول إلى قصر قرطاج مع المنصف المرزوقي. وكان السبسي يرتبط بعلاقات وثيقة مع رئيس الجزائرية السابق قبل أن يصل إلى سدة الحكم في بلاده. ففي سنة 2013 استقبله بوتفليقة في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر بصفته رئيسا لحزب نداء تونس المعارضة. وبعد انتخابه رئيسا لتونس اختار الباجي قيد السبسي أن تكون الجزائر أول محطة خارجية لها، وقال قبل أن يتوجه إلى لقاء بوتفليقة في أوائل شهر فبراير من سنة 2015 في حوار مع جريدة الوطن الجزائرية إنه تجمع صداقة خاصة وقوية مع عبد العزيز بوتفليقة تعود إلى 50 سنة.